مشهد عفوي وثق مقطع فيديو ردة فعل رجل أمن تجاه طفل صغير وجده بمفرده داخل الحرم المكي أثناء طواف المعتمرين حول الكعبة. للمرة الأولى في السعودية شاركت دوريات أمن بعناصر نسائية في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان وفقاً لمقطع فيديو مصور للأمن العام السعودي. وفي مقطع الفيديو ظهرت عناصر الأمن النسائي وهن يستقبلن المعتمرين. اجتاحت هذه الأيام ظاهرة مرعبة في مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية، رصدتها مقاطع فيديو تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت شباباً يتمايلون في الشوارع بمشية متثاقلة غير مدركين لما حولهم. وسائل إعلام أمريكية أفادت أن الشباب قد تناولوا مخدراً يعرف باسم ترانك أو مخدر الزومبي، وهو مزيج من مادة الأزلانينين التي تستخدم لتهدئة الحيوانات الضخمة. ببراءة عفوية طفلة عراقية تخطف القلوب بلفتة إنسانية، وذلك بعدما قامت بمساعدة مسن مشرد على شرب الماء في أحد شوارع سليمانية شمالي العراق. المقطع حصد ملايين المشاهدات وسط موجة من الاحتفاء بتصرف الطفلة. كان هذا كل شيء لليوم، إلى اللقاء.